بيوتكم لأيديكم. بيته كان بيخرب بيته بإيده. هو مش بس أنا عشان أخرب بيتي أخلع الحوائط أو الشبابيك أو البيبان أو أكسر أوضة النوم أو الجلوس أو أهدم الأدوات الكهربائية، مش هي دي القضية. إنما ممكن أخرب بيتي بفكر الضلم. أخرب بيتي بإن أنا أسمع وأطيع. أخرب بيتي وأعطل عقلي من ربنا الدهوي. أخرب بيتي بإيدي. أشتت عيالي وأشتت أهلي. أضيع أسرة مسلمة بمخ الظلم. أضيع بيت مبني على الإسلام والتوحيد بفكر ضال وظلم. ما أنا بخرب بيت أهو. ما أنا البيت زي اليهودي. وانا بشبه نفسي باليهودي كده. اخرب بيتي بايدي. اضيع نفسي وعيالي وابيع دين الدنيا بايدي. هو لازم اخرب بيتي اهده؟ لا، مش هو ده اللي احنا التفسير النهارده. تفسير امبارح هو تفسير النهارده، بس مع التطوير اللي حصل الاسلام والعلم المتطور من بتاع امبارح مش هنفضل طول عمرنا نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بالشوكه، يبقى الشوكه بدعه. مش هو ده يا اخويا الاسلام بتاعك انت ده؟ مش هو الدين ده اللي انت ماشي فيه؟ مش هنقعد طول عمرنا نقول النبي ما لبسش قميص وبنطلون يبقى ده بدعه؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتعامل مين؟ انت ما بتتعاملش مع ده يا ابني. اصحى وفوق. مش عشان خاطر المستل اللي انا بقول لك صغير ومستل بقول له عملت لي مش عارف ايه يبقى بقيت راجل دين. لا، اتعلم في الاول. اتعلم في الاول. ولو كنت خليت اصبر. انما جاهل لازم انك تتعلم من اصحاب الخبره والعلم والفقه. اتعلم يا حبيبي. لازم تتعلم في الاول اصول دينك. لازم تقرا فقه مقارن وتقرا توحيد وتقرا فقه وتقرا حديث. ولازم تتعلم ايه هي اصول الدين عشان تقدر تتكلم مع الناس بعلم.